مساء الخير وبيتجدد الميعاد كل يوم ثلاث مستمعينا مستمعي الهوا المصري مستمعي راديو 90 حلقه جديده من المانيفيستو. بتشرف ابقى معاكم انا احمد الطهري وزميلي من الهندسه الاذاعيه المهندس راني مطاوع. قبل اي حاجه كل سنه وحضراتكم طيبين، هلت ايام الخير. امبارح كلنا يعني اقمنا كده شعائر ليله النص من شعبان وخلاص الايام الجميله بتقرب. كل سنه وحضراتكم بألف خير، واللهم بلغنا رمضان جميعا لا فاقدين ولا مفقودين. حلقة النهاردة ضفتنا فيها قيمة كبيرة جدا، الكاتبة الصحفية الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عميد المحررين العسكريين، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف الأسبق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. منورة راديو 90 يا دكتورة. اهلا بيك استاذ احمد، اهلا وسهلا وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك بألف خير يا دكتورة. دكتورة خلينا نبدأ على طول بيوم الشهيد اللي ذكراه بتقترب. لو تعرفي للمستمعين قصة يوم الشهيد واهمية يوم الشهيد ومين هو الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض. الجنرال الذهبي هو رجل عشقته رجاله في القوات المسلحة، عشقته ليه كان لا يديرهم من المكتب، كان يديرهم من الميدان. ومعنى الميدان معنى له دلالات كتيرة جدا عند الجيش المصري، ودايما يتفاخر الضباط بتنقلاتهم ومن مرحلة لمرحلة في تاريخ ترقياتهم انهم راحوا اماكن متعدده يقسوها بالشبر وبالدم وبحبه الرمل. هذا الجيش ليه احنا بنثق فيه؟ من هنا ياتي المعادله الصعبه اللي دايما نسال عنها، ايه المحبه اللي بين الشعب وبين الجيش المصري ده بشكل خاص دون جيوش العالم اجمعين؟ يعني ليه الشعب ده بيحب جيشه كده؟ لأنه جيش عارف قيمة كل سنتيمتر في هذا البلد، كيف يحافظ عليه، كيف يدفع دمه فداء للحفاظ على كل ما يمكن أن يكون مكتسب للشعب المصري. يعني هو من أول ما بدأ أبناء الشعب المصري ثورتهم في 52 وهم أخدين على عاتقهم إنهم يكونوا جيش وطني 100%. هذا الجيش الوطني كان من الرعيل الأول في الفريق عبد المنعم رياض اللي إحنا حددنا يوم الشهيد بيوم استشهاده 9 مارس. هذا الرجل الذي كان يفعل الكثير استشهد وهو على الجبهة وهو رئيس أركان. رئيس أركان يدير المعارك المفروض أو يدير الشؤون العسكرية في جبهات القتال، المفروض جبهات القتال متعددة، المفروض أن يكون بمكتبه ليجمع شمل كل الجبهات من خلال التواصل التليفوني، لأن في الوقت ده كان شبكة يعني التكنولوجيا لم تكن قد وصلت أو يعني وصلت إلى مرحلتها الآن، فكان أكتر حاجة هو سلاح الإشارة وكان لسه بالرموز، وكان التليفونات وما يطلق عليها في الجيش التليفون الاستراتيجي اللي هو بيبقى بين القائد وبين القادة المتعددين. هو لم يدر المعركة بهذه الطريقة، وكان مش رئيس أركان الجيش المصري وبس، بحكم كمان أنه رئيس أركان الجيش المصري كان يعني قائد الجيوش العربية في اتفاقية الدفاع المشترك. اتفاقية الدفاع المشترك كانت في هذا الوقت مفعلة، وكان هو شو بقى بيدير جيوش عربية وبيدير الجيش المصري في آن واحد.
ارتبط اسم الجنرال الذهبي فريق عبد المنعم رياض ببطولات حرب الاستنزاف، ويمكن حرب الاستنزاف مش واخده نصيبها الى يومنا هذا وبطولات حرب الاستنزاف. بص يا استاذ احمد، هي فعلا يعني يجب ان نؤهل انفسنا قبل ان نتحدث عن نصر 73 بشيئين: ما قبل 73 وما بعد 73. ما قبل 73 كانت حروب الاستنزاف اللي هي اهلت الجيش المصري، او كانت بمثابه تدريب ورفع روح معنويه للجيش مره اخرى، بعد ان حاسب الجيش نفسه عن ما حدث في 67، واتى بالقاده اللي يعتمد عليهم فعلا واللي هيقود مرحله بناء الجيش المصري بشكل حديث واكثر وعيا واكثر يعني ثباتا واكثر تصميما على الانتصار. بهذه الروح كان اختيار الفريق عبد المنعم رياض كرئيس اركان. تعرف ان رئيس الاركان هو من يقوم بكل العمليات العسكريه، وهو كل من يصدق على عمليات التسليح. تقريبا كل المطبخ بتاع الجيش بيبقى عند رئيس الاركان. رئيس الاركان هو المفوض في كل ما يخص التدريب والتاهيل والتسليح. الفريق عبد المنعم رياض قاد حرب الاستنزاف، عشان كده اسمه ارتبط بحروب الاستنزاف، يعني سواء راس العش، سواء تدمير المدمرة إيلات، كل ده كان تحت بصر وبتخطيط وبتصديق من الفريق عبد المنعم رياض. الفريق عبد المنعم رياض كان بيدير الجبهات زي ما ذكرت في من شوية من خلال تفقده للجبهات، علشان يدي جنوده ثقة انه مفيش خوف، انا كفريق او كقائد اعلى انا في وسطكم، انا بحارب زيكم، انا مش في الصفوف الخلفية، انا مش في مكتبي، انا معاكم، بقدم لكم يعني نفسي في الصفوف الاولى قبلكم. فطبعا اما يبقى القائد والقدوة في الصفوف الامامية، ماذا يفعل الجنود وماذا يفعل الضباط الاساقة وماذا يفعل القادة الذين يتقلدون القيادة بعد يعني في مرتبة بعد من كل ده؟ تأهيل غير طبيعي ومعنويات لعبقرية عسكرية، انه انا لن اديرك يا جندي يا مصري من مكتبي، ولن ارفع معنوياتك بشعارات، ولكن بالعمل الفعلي في ارض الميدان. من هنا كان اهمية هذا الرجل الذهبي، هذا الرجل العسكري الذهبي، هذا الذي احترمته إسرائيل التي ضربت المكان بعد أن وصل إليها معلومات بأنه سوف يكون في هذا المكان الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان الجيش المصري. ودي كانت بالنسبة لهم طبعا ضربة قوية، في حين أن أنت تشوف أن بعد استشهاد الفريق عبد المنعم رياض اللي هو علم جنوده انهم يكونوا اكثر اصرارا وثباتا، كيف ادوا المهمه اللي كلفوا بيها وهم بيشيلوا جثمان قائدهم الاعلى. طيب دكتوره، حضرتك يعني ارختي وكتبتي ووثقتي الكثير من سيره قاده النصر، وعندك سلسله هكذا كانوا عظام. احنا يعني كل سنه حضرتك طيبه، خلاص يعني رمضان على الابواب، 10 رمضان اللي جايه نبدا نحتفل بخمسين سنه على العبور ان شاء الله. قاده النصر، ما تتذكريه من حواراتك معه؟ انا بعتبر نفسي محظوظه يعني، واشكر ربنا سبحانه وتعالى ان انا تقريبا قابلتهم كلهم، 27 قائد اللي كانوا موجودين في الكشف الذي دعا إليه الرئيس السادات قبل الحرب بيوم واحد، هم تقريبا قابلتهم. كنت ماسكة نفس الكشف ده
وبدور عليهم لغاية وقعدت سنين، يعني في ناس قعدت بالعشر سنين بدور عليهم والحمد لله اهتديت عليهم، إنما كان هو ده الشغل الشاغل يعني. واقتربت منهم جدا واقتربت من حياتهم الخاصة، والحمد لله كان عندي حسن قبول عندهم، انهم فعلا فضفضوا لي وقالوا لي حاجات انا بعتبرها انها كنز، علاوه على اني معايا اوراق منهم مكتوبه بخط يدهم، اتمنى ان انا اقدر اعمل لها متحف خاص السنه دي بمرور 50 عام والناس تشوف قد ايه الناس دي كانت مهتمه وبتكتب تسيب يعني تاريخ مشرف لمصر الحبيبه. بس أنا الحقيقة أستاذ أحمد أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، أهمية حرب أكتوبر هو استمرار 50 عام بدون حروب، هو تحقيق الاستقرار الفعلي والسلام، هي دي عبقرية حرب 73، إنها حرب لم تأتي بعدها حرب، حتى إن بعض الخبراء العسكريين بعد انتهاء حرب 73 قالوا، العالميين مش هقول الخبراء مصريين فقط، قالوا ان هذه الحرب سنمكث كثيرا حتى يأتي بعدها حرب في منطقة الشرق الأوسط. تفسير حضرتك؟ تفسيري انها كانت حرب قوية، حرب أثبتت درس مؤلم، أثبتت مصر فيها جدارة لا يستهان بها، وبالتالي من مصلحة الطرف الآخر ألا يعني يبادر بأي شيء ممكن يكون في عواقب وخيمة له قبلنا، دي أول حاجة. تاني حاجة، إحنا لم نسترخي ولم نجلس بعد 73، إحنا طورنا حتى في حرب 73 بعد حرب 73. إزاي؟ إحنا بنقيم تدريبات سنوية اسمها بدر. بدر دي عبارة عن إيه؟ إحنا إذا كنا عملنا حرب 73 في عز الظهر الساعة 2، احنا في على مدار بدر كل من بعد ما 73 وخاصة في فترة التسعينيات، لا احنا عملنا الحرب الليلية واجدنا فيها وكانت بتتابعنا اسرائيل على فكرة عن كسب، يعني لانك انت مش ممكن ابدا هتعيد حرب بنفس الملابسات بنفس الظروف بنفس عناصر المفاجاه بنفس قوه الضغط، يعني لا يمكن انك هتستخدم سلاح النفط تاني، لا يمكن انك هتستخدم الحرب عنصر المفاجاه والتمويه اللي كنت بتستخدمه، مش هو نفس المعدات العسكريه اللي انت استخدمتها. المعطيات اختلفت في كل زمن، مش اختلفت وبس، انت في كل سنه وفي كل لحظه انت غير انك بتضيف هذه المستجدات، انت بتحط البدائل اللي انت هتدخل بيها حرب جديده ما فيهاش حاجه مقرره، ما فيهاش الطرف الاخر قدامك خلاص تشبع بيها وعرفها وكيف يتعامل معاها، فانت على طول بتستخدم بدائل اذا لا قدر الله ما استجدت حرب على هذه الجبهه. وهم برضو عندهم نفس الشيء، اذا كل طرف فينا ده طبيعي كل الدول الاقليميه بيعمل ما يسمى بقوه الردع، يعني كل واحد فينا بيقول احنا مش ضعيف، وبالتالي انا مش ضعيف بس انا كمان مش يعني مش هاتراجع عن السلام، لان السلام ده معناها ان سواء احنا او هم هنتراجع في مشروعات التنميه الى ما لا نهايه، لانها مكلفانا لغايه دلوقتي كتير. فده حرص من القيادات السياسية على أن تبقى استقرار المنطقة. حرب 73 جعلت المنطقة العربية بالكامل والشرق الأوسط منطقة مستقرة، بل أعطت كمان العالم نوع من الأريحية لهذه المنطقة، لم تعد منطقة ملتهبة، غيرت في حركة التاريخ طبعا. نعم في حروب أخرى اللي هي مرتبطة أو صراعات ما أقدرش أسميها حروب، اللي هي مرتبطة بالربيع العربي في المنطقة، ولكنها لا ترقى إلى مستوى الصراع العسكري في الجولات. دي حرب غيرت حركة التاريخ بالظبط كده، بالظبط كده. طيب خلينا نطلع فاصل يا دكتورة، وبعد الفاصل هكلمك عن شهداء مصر.
تتواصلوا معنا ازاي؟ 91 9 SMS او صفحتنا على فيسبوك راديو 99. المانيفيستو على الراديو 90 90. ورجعنا لكم على الهواء المصري مستمعينا مستمعي الراديو 90 90، ومكملين حوارنا مع الكاتبة الصحفية الكبيرة الدكتورة فاطمة سيد أحمد. دكتورة فاطمة من بطولات حرب الاستنزاف اللي يعني فتحت سيرتها، واحنا بنتكلم على يوم الشهيد والجنرال الذهبي لبطولات حرب اكتوبر، وصلنا بقى لبطولات الحرب على الارهاب. السنة اللي فاتت في حفل افطار الاسرة المصرية الرئيس السيسي يمكن اعلن لاول مرة عن رقم التضحية، اكتر من 3000 شهيد دفعتهم مصر في حربها على الارهاب بعد ثورة 30 يونيو. بس استاذ احمد، الشهيد ده اختيار من ربنا للجمع بين الدنيا والآخرة. لو علم يعني كل واحد فينا قد ايه الشهيد بيبقى عنده معتقد داخلي بأهمية الحفاظ على وطنه وانه يرضي الله سبحانه وتعالى، هيعرف معنى الشهادة. وانا الحقيقة تقريبا نسبة كبيرة جدا من العدد اللي حضرتك ذكرته ده انا اتقابلت معاه شخصيا قبل ما يروحوا جبهات القتال في سيناء ضد الارهاب. نعلم جميعا ان عقيدة جيشنا طبعا ان احنا لا نحارب عصابات ولا جماعات صغيرة، ولا نرهق جيشنا في يعني بمعدات ثقيلة و في حرب عصابات من هذا النوع. وانا دايما اذكر اخر يوم لوزير الدفاع السيسي قبل ما كان يذهب إلى المجلس العسكري لتقديم استقالته، يعني ليعطينا تلبية النداء الشعبي، النداء الشعبي في أنه يكون رئيسا وزعيما لنا. هو دشن حاجتين كانوا مهمين جدا. الحالة الأولى كانت قوات الانتشار السريع، قوات الخاصة اللي هي هتبقى موجودة في الكماين في سيناء وتقوم بمحاربة الإرهاب، وهي جماعات صغيرة تسليحها يتوافق مع نوع المعارك، مع نوع هذه المعارك ومع ما تم جمعه من معلومات لمعدات تحملها هذه الجماعات. بس الأمر تطور بعد ذلك بالحرب الشاملة على الإرهاب ودخلت أفراد. هي العملية شاملة ولكن الحرب بنفس الطريقة اللي أنا بقولها لكن هي جماعات موجودة في كمان. بس أنا ليه بحكي لك الحكاية دي؟ عشان أقول لك أنه كان في قبل ما يحصل هذا التدشين كان في أهمية أن احنا نحصل على تواجدنا في كل حدودنا مع الطرف الآخر لكي نؤمن الجبهة بتاعتنا بكماين من الجيش وليس عناصر الشرطة فقط. يعني كان في وبالتالي حتى هتلاقي مثلا المعركة اللي استشهد فيها المنسي اللي هي البرس مش عارفة ايه، كل واحد له تسمية بالكمين اللي هو كان فيه. ما هو ايه الكمين دي؟ نقط وليس جيش ممتد، دي نقط بيتواجد فيها مجموعة، هذه المجموعة من القوات الخاصة وقوات سريعة الانتشار. ليه سريعة الانتشار؟ لأنها بتنقض وتجري في بقاع سيناء لإيه؟ لمواجهة ودحر هذا الإرهاب. أما دشن وزير الدفاع في هذا الوقت قوات الانتشار السريع، وكانت أول دفعة ليا المنسي الله يرحمه ومعاه مجموعة طبعا، وإحنا يعني بس أنت عارف ما كانش بيبقى في تصوير يعني، ولكن طبعا الحاجات دي مسجلة طبعا عند القوات المسلحة. فكانوا واقفين حوالي أنا أعتقد كانوا 15 واحد، وسلم عليهم وزير الدفاع. ودي كان قبل ما يخرج لانه كان هو بادئ المشروع ده وبيدربهم وعمل لهم يعني بعثات وعلى اعلى مستوى. فطبعا دول جايين مؤهلين وهيأهلوا من صفوف الجيش ناس اخرين، يعني دول النواة اللي بدأنا بيهم الحرب. ده كان في 2014
ففي في يعني الناس ده هي لما انا ابقى بنتمي الى قوات انتشار سريع وقوات خاصه وبحقوم بعمليات خاصه، هل انا مش عارف ان انا هاستشهد في اي لحظه؟ لا، ده انا مهيئ لكده نفسيا وانا حاببها وبسعى اليها وبحس ان انا يعني هذا العمل مش حي يعني هيضيف الي ويضيف لبلدي. فكانت فعلا مهم ان الناس تعرف حجم التبن وحجم التضحيه. اعتقد استاذ احمد انه ده واضح جدا، وخاصه كمان ما ارخناه من خلال المسلسلات في الاخيار. لسه هسال حضرتك على الدراما، اهميه الدراما في الموضوع ده. لا، مهمة جدا. عندما تتجسد الدراما على أرض الواقع تبقى لها وقع خالص، يعني خاص. حتى انت ما بتيجي تقرأ قصة، لو تعلم ان القصة دي اللي انت بتقرأها هي من الحقيقة تبقى عندك شغف بيها وعندك إيمان بيها، وممكن تاخد منها عظة وتاخد منها دروس مستفادة لانك عارف ان الشيء ده حصل فعلا. فأهمية الاختيار، هو بيقول لك اختار ما بين وطنك وما بين أن تكون خاين لوطنك، اختار أن تستشهد من أجل شعبك أو تعيش مذلول أنت وشعبك. فالاختيارات دي اللي طول الوقت اللي هي التساؤلات اللي بيتم طرحها في هذه الدراما وما يصحبها من يعني دواعي إنسانية واجتماعية. وأنا الحقيقة أمنية حياتي أن احنا نعمل عمل كبير جداً اللي هو مزج الحرب بالاجتماع بالحياة الاجتماعية، زي يعني في أفلام كتيرة ما زالت بتعتبر مأثورات التراث العالمي، زي ذهب مع الريح، زي الحرب والسلام، كل دي مسلسلات كلاسيكيات كمان ربطت بين هذا الجندي اللي انت شايفه على الجبهة وهذا الضابط وهذا القائد، ايه خلفيته؟ طب الإنسانية. ايه الحياه الاجتماعيه؟ طب الحياه الاجتماعيه اللي سايره في هذا الوقت سايره ازاي؟ يمكن شويه نجيب محفوظ عمل جزء بس ما ربطهاش، يعني هو ما عندوش درايه عسكريه، فما زي صرصره فوق النيل، ما هي دي كانت في الحقبه هو كان بيعكس حاله المجتمع، حاله المجتمع اللي اتحزن كان عامل ازاي. ايوه، بس كان يعني في الوقت نفسه جاب لقطه اللي هي كانت بتمثلها ماجده الخطيب اللي هي رايحه على الجبهه وبتدعوهم انها لا بتدعوهم انهم يجوا الجبهه في حياه تانية غير اللي انتوا عايشينها دي، في حياه في ناحيه تانية وفي مجتمع تاني وفي بلد تاني عايزه تحارب. فانا نفسي يبقى في عمل كبير، لان انا كمان عشت يعني في طفولتي 67 وعشت حرب الاستنزاف وعشت في شبابي حرب 73 الله يخليك. فطبعا الحاجات دي مجسده جدا في عينيا، يعني انا فعلا امنيه حياتي انه نقعد كلنا مع بعض نعمل عمل مشترك. يا دكتوره كدا. عميده المحررين العسكريين، مين المحرر العسكري اللي كان بالنسبه لك ايكون، حاجة كده موديل كده قدامك، مثل قدامك؟ الحقيقة يعني ما كانش فيه في المحررين العسكريين، يعني أنا معلش يعني، إنما كان فيه في القادة العسكريين. يعني كان المثل عندك في القادة العسكريين. تتلمست على إيد المؤرخ العسكري الكبير اللي هو حسن البدري، ده اللي هو كتب التاريخ العسكري المصري كله لغاية 73، وسبحان الله يسلم وزارة الدفاع هذا التاريخ الذي كلفوه بانه يكتبه ويروح لقائد ويسجل صوت وصوره ويسجل كل ما قيل وكل ما هو سلب وايجاب في حرب اكتوبر، ثم يسلم هذا وفي اليوم التالي يموت وهو بيصلي الصبح. ادى رسالته. يعني دي معجزه من معجزات. هذا الرجل كمان اللي هو قام قيادة لجان تقصي الحقائق في 67 وجمع جنودنا اللي هم كانوا يعني تشردوا من صفوفهم، انما انا بقول لك انه في عندنا احنا كمان اللي انا بحبه في جيشنا، احنا قادرين على مواجهة انفسنا، يعني احنا طول الوقت احنا بنصلح في نفسنا وبنطور في نفسنا ونحاسب نفسنا، فطول الوقت انا ما بزعلش اما حد يقول احنا كان عندنا نكسة عسكرية، بالعكس انا بحس انه ده درس مستفاد جدا في تاريخ مش العسكرية المصرية وبس، في تاريخ العسكرية العربية كلها،
ان انت ازاي اما ترتكب خطأ تقوم مرة تانية في التو واللحظة وتصلح هذا خطأ، هذا الخطأ، لانه ده خطأ مش يخصك انت لوحدك، ده يخص أمة بالكامل. فكان عليك او على عاتقك مهمة غير يعني محتملة، يعني فعلا كانوا القادة والجنود اللي كانوا موجودين في هذا الوقت كانوا، انا اقدر اقول كانوا يحملون على اكتافهم جبال من المسؤولية حقيقي يعني. وانا حقيقي وزي ما بقول لك مدى، عايز تعرف مدى عملة هذا الحرب ويعني وكفاءته، هو في استمرار السلام لخمسين عام اللي هنحتفل بيه. في في فرصتين حصلت عليهم هذه الأمة. الفرصة الأولى بعد أكتوبر 73، الفرصة الثانية بعد يونيو 2013 لإعادة قراءة الذات، لإعادة اكتشاف الذات، للحلم بغد أفضل. كيف استفادت الأمة المصرية من إهدار الحلم الذي منحه نصر 73 للمجتمع؟ بص، ما انت هو سؤال يعني فلسفي شويه، بس انا بحب الدردشه اللي معاك يا دكتور. لا بالعكس والله استاذ احمد، انت كده بتعمل لي انعاش لعقلي يعني. لا طبعا، هو اللي حصل انه دايما انت بتيجي بعد فتره بتبقى يعني بعد 73 بعد انا متخيل حاله المجتمع. ده احنا نقدر نعمل، مش احنا عملنا المستحيل، فاحنا نقدر نعمل اي حاجه. فازاي الروح دي اتسربت؟ هقول لك اتسربت لعدة اسباب. وازاي بعد كده دخلنا بقى عندنا في المجتمع جماعات اسلامية واخوان انتشروا ازاي؟ ما هو انت لازم تعرف كل حرب ليها نتائجها السياسية والعسكرية والاجتماعية. انت طلعت من الحرب اقتصادك صفر، انت كان يعني كل ما لديك وكانت مواردك كمان بسيطة، كله كنت بتنقله إلى المجهود الحربي. أما خرجت من المعركة فإنت عليك إنك تبص للمجتمع ده اللي بقاله 7 سنين منكب ما بيعملش حاجة غير إن كل ما لديه ينقله إلى أولاده في الجبهة، ما بيسألش على أي حاجة. أربطوا الأعزمة، ده بعنا ورأسنا، لو عايزين كمان نربط رأسنا يعني. فعارف كان في نوع من الشجاعة لدى الشعب المصري بأكمله، يعني مش هقول لك طبقة دون طبقة أو لا، كان بالكامل كله على قلب رجل واحد، ان الجبهة انه لازم احنا نرد كرامتنا. فدي كانت على عاتق القيادة السياسية بعد ما خلاص انا بعلن النصر وبعلن. طب ايه اللي الشعب ينتظره مني؟ تنمية. ينتظر مني رفاهية اقتصادية. فاذا انا ما عنديش ما يؤهلني ده، بدأت يعني ادخل في إعادة نظر الاقتصادي بإني أعمل ما يسمى بالانفتاح ليجلب ليا نوع من يعني بتغير مدرسة الاقتصادية كلها، الاستثمارات وكده، فينمي هذا الاقتصاد اللي هو تقريبا لم يكن موجودا خالص، ما كانتش عندنا أي حاجة يعني. فهذا الـ يعني الـ الرخاء اللي كان بينتظره الشعب، بعض الدول العربية فتحت أزرعها لتقول للشباب تعالوا اشتغلوا عشان يبتدوا حياة جديدة بشكل جديد. طبعا ده كان أكتر يعني، كان في عايز أقول لك جري للحكاية دي على أساس إنه شباب قعد 7 سنين اللي متجوزش واللي فأنا عايز أبتدي بقى حياة أسرية بعد ما أديت واجبي الوطني. في الخلط ما بين الرزق وما بين الهوية حصل خلط. هذا الخلط عانينا منه، وزائد انه يعني في هذه الجماعة اللي دايما بتبقى ضد الوطن تربصت بهذا.
واستغلت حالة العوز اللي في العوز البلد. تربصت بهذا واستقبلت هذا الشباب، وان الدولة مش قادرة تقدم خدمات فهم واستقبلت هذا الشباب. وفي يعني بعض الدول اللي كانت لها هي أريحية فيها وكانت حصل على مراكز في مدارس في التعليم وفي المساجد فده خلى يعني حافز الحصول على عمل في إحدى الأماكن إن أنا أكون متدثر ببعض الاتجاهات أو الأفكار. طيب. خلينا بقى نتكلم على 30 يونيو. 30 يونيو احنا برضو السنة دي هنحتفل بعشر سنين على ثورة يونيو. الروح اللي خلقتها 30 يونيو كيف استثمرتها مصر في البناء؟ كيف استفدنا من الدرس القديم؟ بص احمد، انا دايما بحب اعمل مقارنه بين الثورات، معلش اسمح لي. اتفضلي. انا شايفه ان احنا كان عندنا ثورتين مهمين جدا في تاريخنا المصري في عصرنا الحديث. 19 لا ثوره يوليو 52 بالنسبه لي 19 و وثوره 30 يونيو 2013. والثورتين جم في مراحل انتقاليه يعني مش هينة. دي حركة انتقالية في نظام عالمي. في نظام. في نظام عالمي. في نظام عالمي ونظام محلي انت بتظبط فيه يعني عقارب الوطن. عقارب ساعة الوطن. فالفرق بس بين يوليو 52 وانه يوليو 52 ما كانش فيه عنف. يوليو 52 بس كان الرئيس عبد الناصر واجه بعد كده في 54 بقى تحديات. خلينا بس عايزين نظبط المصطلحات علشان ايه، انا عايزه اوصل حاجه للمستمع. في ما كانش في عنف في الشارع. طبعا حصل بعد كده بشكل، بس ما كانش على المجتمع ككل، كان على القياده فقط. ودي هنا انت تقدر تمسكها وتحدها، ويعني هتبقى المسائل الأمنية يدوبك على قد الأشخاص اللي هم معرضين لهذا الـ يعني الـ الأذى من هذه الجماعة. ولكن في 52 أنا كنت بنقل الدولة من نظام ملكي إلى نظام جمهوري. عندي فلسفة في الحكم بتقول ان انا ابدأ اعمل نظام اقتصادي معين انا اللي بخلقه، ما عنديش خلفية قبل كده، ده انا محيت بقى كل الخلفية قبل كده الاقتصادية والاجتماعية، وانشأت مشروع اقتصادي ثقافي سياسي لخلق طبقة اجتماعية اللي احنا دلوقتي بنقول هي فين، اللي هي الطبقة الوسطى، اللي هي كانت قاتلة المجتمع، اللي هي كانت القاعدة قاتلة المجتمع والقاعدة الشعبية الرئيسية اللي اعتمد عليها الرئيس جمال عبد الناصر في هذا الوقت. في 2013 وبعد ثورة، يمكن الرئيس عبد الناصر كمان خليني أكملك، كانت في فلسفته أو في يعني المضمون الأساسي لثورة يوليو هو التحرر من الاستعمار. الرئيس السيسي كان فلسفته الحفاظ على الدولة الوطنية. ما بقاش فيه استعمار وبيقاوم، ده بيقاوم الحفاظ على الدولة الوطنية اللي هي ممكن تتقزم وتنقسم واسقاطها من الداخل، واسقاطها ويغير في هويتك ويغير في عقلية شبابك ويغير في تاريخك، في تاريخ ده يمحي تاريخك، مش هيغير تاريخك، ده هيمحيه. وهيبتدي يعني زي ما تقول كده يبيع لك في اشياء، في مصطلحات سياسية دلوقتي اسمها الإبادة الثقافية. بالظبط كده، الإبادة الثقافية للشعوب. للشعوب، ليه؟ انا عايز اذاكرتك التاريخية تنتهي. فثورة 2013 تحدياتها والعنف اللي فيها أضعاف مضاعفة من 52. إنما أنا ليه بضرب المثل بيهم؟ لأنه للأسف الفرق بينهم هو الإعلام. خلينا نواجه بعض يعني نفسنا بصراحة.
الإعلام في عهد عبد الناصر خدم على مشروعه، خدم على مشروع القيادة السياسية، وعلق وفهم الناس وخلق هذه الطبقة اللي سعى القيادة والمثقفين لخلقها. أما جه الرئيس السيسي يخلق وعي شعبي بأهمية إن أنت إزاي تبقى مؤمن جدا أنك عايش حياة كريمة داخل وطنك، إن أنت مش أنت اللي ممكن أي حد يعني يلعب في عقلك ويقولك أنت مش واخد حقك من هذا الوطن فانزل وخرب ودمر واشترك، وانت بتعمل ده لحساب ناس اخرى لها مصالح اكبر مما انت تتصورها كمواطن عادي. فهنا اعتقد ان الاعلام لم يفهم فلسفة الرئيس السيسي في قيادة هذا الوطن. نتحدث عن الاعلام والنخبة في الساعة الثانية ان شاء الله. نتحدث، هنخرج فاصل ونلتقي في الساعة الثانية. تتواصلوا معنا ازاي؟ 1-90-9 SMS او صفحتنا على فيسبوك راديو 90-90 مصري. مستمعينا مستمعي الراديو 90-90، ونكمل معاكم المانيفستو، ومكملين حوارنا مع الدكتورة فاطمة سيد احمد الكاتبة الصحفية الكبيرة وعميد المحررين العسكريين، رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف، سابقا عضو مجلس امناء الحوار الوطني وعضو الهيئة الوطنية للصحافة. دكتورة فاطمة، قبل ما نختم الساعة الأولى، حضرتك كان ليكي عتب على النخب إنها لم تحمل المشروع الوطني المصري الذي انطلق مع ثورة 30 يونيو بالشكل المأمول. ده حقيقي، وأنا لا أهاب يعني لا تهيب يعني أني أقول ده، لأني الحقيقة المشروع كبير، مشروع عظيم جدا. هل تخاذل ولا لم يتم إدراكه بالشكل الكافي؟ لو قلنا لم يتم إدراكه يبقى يعني ده شيء بشع جدا. ده معناها ان النخب عندها مشكلة ذهنية او في الصورة الذهنية لما حدث في 30 يونيو. في 30 يونيو كانت الطبقة الوسطى اللي احنا بنقول بندور عليها اللي هو حزب الكنبة هو من قاد هذه الثورة، اللي هو بيقول انا لا اتحزب، انا كل اللي يهمني بلدي هويتي بحافظ عليها، انا مؤمن بالجيش بتاعي، عنده بديهيات. فاذا كانت النخبة لم تقرأ عقل ومفاهيم هذا الشعب، إذا كانت القيادة السياسية يعني أدركت ده تماما وعملت عليه وخلقت صور ذهنية عديدة بأن تجعل من ثورة 30 يونيو أيقونة الدولة الحديثة المصرية، الجمهورية الثانية، جمهورية الثانية، لأنه هي جمهورية ليست جديدة فقط، هي جمهورية تحمل فلسفة جديدة، تحمل بناء دولة عصرية، تحمل بناء عقول، تحمل بناء شخصية مصرية جديدة، بناء الإنسان المصري. بناء الإنسان المصري الرئيس عمله في حاجات بديهية جداً، عملوا في المتاحف، عملوا في المشروع الثقافي في تنمية قصور الثقافة في الأقاليم ونشر الوعي الفني اللي هو بيه، يعني أما تعمل رخاء فني أو ازدهار فني أنت بتعمل انتعاش للعقلية أنها تبتدي تقبل على الإبداع وتقبل على الابتكار وتقبل ولا تهاب شيء، ويبقى عندها يعني زي ما بيقولوا كده نوع من التفاؤل في أنها ما ستقدمه سيكون يعني هناك من يستقبله بصدر رحب. كل ده أنا أعتقد أنه النخبة لم تدركه مثل ما أدركه رجل الشارع. ولكن هذه الفجوة ما بين النخبة وما بين رجل الشارع خلقت عدم ثقة فيما يقال في الإعلام من رجل الشارع.
ودي بقى الطامة الكبرى. كيف نغلق هذه الفجوة؟ كيف نقرب ما بينهم؟ كيف نخدم على ما يصاغ من مشروع جديد تنموي لمصر الحديثة؟ احنا بنقدم دولة عصرية بمعنى الكلمة. يعني ايه لما كنا نروح اي دولة ونتمنى ان يكون عندنا مثال مش عارفة ارتفاعها قد ايه او برج ارتفاعه قد ايه او دولة قد ايه، واحنا مش اقل، ده احنا اساسا ملوك التشييد والبناء، دي حضرتنا كده. وما يجي يتعمل ده نقول ليه اتعمل؟ باي منطق بقى؟ باي منطق؟ ومين قال انه الشعب رافض ده؟ مين انت اللي بترفض ده وتسوقه ولصالح مين؟ مين قال ان الشعب رافض ده؟ مين قال ان الشعب يرفض انه يعني يفخر ببلده؟ انه يبقى ماشي راسه مرفوعه؟ الحياه الكريمه ليس اربع جدران فقط، الحياه الكريمه وطن تحيا ان تتمتع فيه. بكل ما هو جميل في وطنك، وطن تحيا الحياه الكريمه انك انت تبقى فعلا حاسس بكل ما يجود به الوطن من كرم عليك. فهذا التعبير الذي لم يصل الى النخبه، والذي بعض، وانا يعني بس يعني انا اسفا يقول الاغلبيه او الغالبيه العظمى من النخبه لم تجيد قراءه المشروع المصري. المشروع المصري. ورجعنا لكم على الهواء المصري مستمعينا مستمعي الراديو 90 90، ومكمل معاكم المانيفيستو، ومكملين حوارنا مع الدكتورة فاطمة سيد أحمد. دكتورة، أخبار الحوار الوطني إيه؟ إلى أين وصلنا؟ ومتى ينطلق؟ هو الحوار الوطني منطلق بالفعل، منطلق منذ اليوم الأول لتشكيل مجلس الأمناء، وهو المجلس الذي شكل نفسه بنفسه. يعني المجلس أنهى 60% من المهمة المكلف بيها أو كلف بيها نفسه، بمعنى أننا حطينا قواعد لعمل أي حوار مستقبلي، أي حوار مجتمعي مستقبلي. أيوة، لأنه إحنا ده الحوار الأول من نوعه انت بتعمله للمصارحة وسماع بعضنا البعض، وان احنا يبقى في قاعدة مشتركة لإبداء الرأي بما لا يعني يجعل حد مننا اي يعني ايا من كان، سواء حزب معارض او حزب مؤيد او ناس مستقلة، يكون الفكر اللي عندها هو فكر لصالح الشعب المصري والوطن، وما يكونش في المصلحة الخاصة. وبالتالي لازم نسمع بعض، لانه في الاخر كله هيصب في إناء واحد، هذا الإناء هو حينضج بما فيه من أفكار ومشاركة بالرأي في اتخاذ القرار مع القيادة السياسية. وهي قرار يعني قيادة قالت ده، أنا عايز إن أنتوا تسمعوا بعض، يبقى في مساحة مشتركة بينا تقدر تقربنا لبعضنا. كل ده إحنا عملناه فعلا خلال تقريبا 8 شهور، مش سنة كاملة زي ما الناس بتقول، لأنه مجلس الأمناء شكل بعد فترة من مبادرة الرئيس. ولكن إحنا أنجزنا 60%، ودي مهمة جدا، اللي هي تعتبر إنك تعديت كمان مرحلة النصف من ما يمكن إنجازه. فإحنا يعني قسمنا المحاور اللي هيتم من خلالها بحث قضايا بعينها، حوالي 117 قضية. أيوة، زائد إن حددنا يعني القائمين على هذه المحاور، ويبقى لدينا شيء واحد وهو تحديد من يتحدث، مش تحديد إحنا، لأنه إحنا محكومين بمكان ومحكومين بوقت، فما ينفعش ان احنا
ما نحكمش نفسنا بعدد من الأشخاص، بس يكونوا قادرين على إنجاز هذه المهمة. يعني مناقشتهم تكون جادة، مناقشتهم يكون فيها جديد، مناقشتهم يكون لصالح الشعب أولا. كل ده احنا حاطينه في اعتبارات الاختيار، عشان كده يمكن الموضوع شوية طال في اختيار هذه الأسماء، وهو هيبقى حوالي 30 اسم في كل يعني قضية، بحيث ان احنا وهتقوم المحاور والقضايا بشكل يعني متوازي في الانعقاد، فده هيبقى في سرعة في انه الجلسات تنتهي في وقت قصير. ويبقى 40%. ايه هم ال 40؟ طب ال 40% ظروفهم 20 منهم في المتحدثين اللي انا قلتهم لحضرتك من شويه، وال 20 الثانيه عند القياده السياسيه اللي هتوصل لها التوصيات وما نامله، واذا كان لدينا اقتراحات لتشريعات او قوانين. والقياده السياسيه اللي هي اساسا صاحبه المبادره هتاخد هذا التقرير اللي بيه توصيات وبيه مشاريع قوانين، وهتبتدي تطالب بيه سواء مجلس نيب سواء الحكومه بتنفيذ ما اسفر عن يعني هذا. معنى كلام حضرتك ان انتوا تخطيتوا تقريبا معظم الصعاب او العقبات اللي كانت ممكن تواجه الحوار. بص، لا في عقبات، وانا بس عايزه اقول انه ما يتسماش حوار لو ما فيهوش عقبات. يعني اختلاف صحيح. لانه بس هل هي عقبات وخيمه يعني لا يمكن حلها، ولا عقبات يتقدر عليها او معوقات؟ الحقيقه ان هو كان في شويه من يعني بالذات الحركه المدنيه بعض من المعوقات، ويعني وهما منها انها بتعمل ضغوط. ده حوار لا يخضع للضغوط ولا يخضع للضمانات. هيقولوا دلوقتي الدكتورة فاطمة قالت كذا بقى احنا زعلانين لا مش هيزعلوا، لا هم المفروض هم بيطلعوا بيانات وبيكتبوا، ده لازم يقبلوا بقى رأينا احنا كمان. يعني زي ما انتم بتقولوا رأيكم يقبلوا عليهم ان يتقبلوا رأينا. فأنا شايفة ان هم يعني شوية عرقلوا في إرسال الأسماء اللي هم عايزينها متحدثين في يعني شوف بقى احنا يعني في أكتر من كده، ان انت بتقول للناس اتفضلوا بعتولي من تريدوا يعني، بس وانت بتبعت لي كمان الاسماء ما تبعتليش ابقى انا عايزه 30 اسم داخل الجلسه يتناقش ويحط افكار ويعني ويحصل نوع من التوافق داخل الناس او عدم التوافق ايا كان، ما تبعتليش انت ال 30 اسم كلهم من الحركه المدنيه مثلا. دي حاجه. ما تقوليش والله انا لا عايز الشخصيه دي لازم تبقى موجوده، فانت تتصل بالشخصيه دي تقول لك انا بعتذر مش عايز ابقى موجود. التجربه نفسها بالنسبه لك يا دكتوره افتكر ان هي مختلفه. بص، هي تجربه جميله كاشفه، وانا قدرتكم على استيعاب الخلاف في نفس الجلسه ونفس الطاوله كانت صعبة كانت صعبة جدا، بس أثقلتنا سياسيا وأثقلتنا فكريا، وكن عندنا صبر إن احنا نقعد 6 و7 ساعات نتجادل مع بعضنا البعض، إنما في النهاية ما بنقومش من على الترابيزة في نفس الجلسة غير لما يكون في توافق بيننا على الأفكار اللي احنا طرحناها. التوافق بيتم إزاي؟ التوافق بيتم من خلال المناقشات واقناع بعضنا البعض والوصول انه هو فين مصلحة المواطن بعد المناقشات دي. سيب بقى انا قلت وهو قال، طيب المواطن هنا هيستفيد ايه من اللي اتقال ده؟ فالنتيجة دي هي اللي بنقول عليها ده اللي لازم نصوت بقى عليه اذا لزم الامر، لانه هو ده اللي هيكون المنتج اللي انت هتقدمه للشارع المصري من الحوار اللي قعد المدة دي كلها يعمل مناقشات ويعمل جلسات وجلسات طويلة الأمد وجلسات معلنة وجلسات غير معلنة. كل ده
يعني مجهود يجب انه الشارع يحس بيه، وانا حاسه ان الشارع هيبقى مبسوط. طبعا 117 قضيه، يعني كل شواغل الشارع في مصر مطروحه على النقاش. بالظبط كده، بالظبط. وحتى يعني يمكن الرئيس سابنا ناخد راحتنا، هتلاقيه عمل توابع للحوار، يعني مثلا عمل خلال ما احنا شغالين المؤتمر الاقتصادي، عمل افراجات اللي بتتم. يعني كان بشكل او باخر بيدينا فرصه ان انا مش هقول لكم استعجلكم في حاجه، امشوا انتوا في طريقكم. والحاجات العاجله اللي بتطرق على المجتمع كان بيعمل لها مؤتمرات عاجله. طيب ما ينفعش تبقي حضرتك مشرفاني وما اتكلمش على الصحافة القومية، بس خلينا نتكلم على الصحافة القومية بعد الفاصل. تواصلوا معنا زي 91.9 على SMS أو صفحتنا على فيسبوك راديو 90.9. ورجعنا لكم على الهواء المصري مستمعينا مستمع راديو 90.9، ومكملين حوارنا مع الدكتورة فاطمة سيد أحمد. دكتورة فاطمة، طبيعة الدور المنوط بالصحافة القومية الآن، ورأيك ايه في اللي بيقولوا ان الصحافة الورقية انتهت؟ هي الصحافة الورقية ذاكرة أمة، فكونها انها تنتهي ده صعب، ولكن ممكن ان يعني يتم تقلصها شوية، ما تبقاش بالإسهاب في الإصدارات زي ما هو حادث الآن يعني. ويمكن لو احنا فعلا قننا الصحف القومية وإصداراتها، يمكن هنخرج بمشروع جديد للصحافة القومية. الصحافة القومية أستاذ أحمد قبل كل شيء هي صحافة الشعب ولسان حال الشعب، وهي بتمول وتدعم من أموال ضرائب الشعب، وبالتالي هي منوط بها أن تخاطب الشعب إينما أراد، إينما أراد. بمعنى ان انا حضرتك بتستخدم النص الدستوري ده. الحقيقة بس عايزة اقول ان الاول الصحافة القومية تعرضت لشيء بشع جدا في 2000 من 2011 وفي عصر الاخوان، لانها هي كانت بتمثل الدرع الواقي للفكر المصري، وكانت يعني سواء الناس مش عاجبها الأخبار بتمسك الأهرام، مش عاجبها روزاليو بتمسك روزاليو، وهكذا. إنما في الآخر كانت الصحافة القومية هي يعني الدستور الفكري للشعب المصري. فأما أجي أنا الجماعات اللي أرادت أن تغزو الفكر المصري، أول ما اشتغلوا على تدمير الصحف القومية، جرت على أبوابها وخبطت ونادت بسقوط قيادتها، ودخلت جوه، وانت تعلم ده. يعني احنا كنا بنبقى قاعدين جوه المبنى وناس تدخل علينا، لأنه هو كان عايز يفككك زي ما هو كان في دماغه يفكك الجيش المصري. هو في حاجة كده اسمها يعني ابننا محمد توفيق اما كتب المدفع والمطبع، مطبع والمدفع، فدول لا غنى عنهم. قوة عسكرية لازم، قوة إعلامية لازم، وطن قوي لازم يبقى في إعلام قوي بيقدم هذا المنتج بتاع الوطن. إنما أنا بقول إن إحنا دلوقتي علينا بحاجتين لا ثالث لهم، أولاً نقنن شكل الإصدارات، ثانياً نبحث مع بعض كمجتمع صحفي إيه المحتوى الجديد الذي يريده مننا الشارع. إحنا دايماً بنحط أفكارنا، إحنا قصدي لا إحنا عايزين القصة الخبرية، لا إحنا عايزين الرأي، لا إحنا عايزين عملية استقصائية كبيرة جداً يقول لنا بها الشارع هو عايز يمسك الورقتين ثلاثة دول يلاقي فيهم ايه، يلاقي فيهم ايه بالظبط كده. طب خلينا ناخد بقى شوية من الرسائل. اولا خلينا نحيي نهى حسام، اميرة شعبان، احمد مجدي، وكل اللي بعتوا لنا، واهلنا في الاسماعيلية واسكندرية وكل المحافظات. الاستاذة داليا طه زميلتنا العزيزة بتقول لحضرتك تحياتي
لك يا دكتورة فاطمة، حلقة أكثر من رائعة، وخير من يتحدث عن أكتوبر وانتصاراتها والشهداء الدكتورة فاطمة. كنت عايز أسألك على دور المرأة المصرية في زمن الحرب، دي الأستاذة داليا. الأستاذة نانوش وهبة بتقول هي زوجة الشهيد لواء ماجد صالح، شهيد عرب شركس 19 مارس 2014، وهي بتقول ان هو رحمة الله عليه يعني كان عارف انه رايح يستشهد وانقذ محافظة الأليوبية من انفجار مصنع شديد الخطورة كان سيودي بحياة اهالي المحافظة في انفجار لا يقل ابدا عن انفجار بيروت. انا طبعا هرد على تلمستي وبنتي داليا. ونحيي طبعا زوجت الشهيد. لا طبعا زوجت الشهيد انا شايلها للاخر يعني لانها طبعا دي عندنا اهم من اي حد وفوق راسنا من فوق، انما انا بس علشان هي داليا كان سؤالها إن المرأة في زمن الحرب، المرأة في زمن اكتوبر تحديدا. بص، المرأة في زمن الحرب كان لها عدة ادوار. في دور كان موجود بس تم دعمه اللي هو التمريض العسكري. وفي دور اتعمل اثناء الحرب، لان انت اما خدت يعني الشباب كله على الجبهه، فالمكاتب الشغل الاداري داخل الجيش ما كانش في حد بيعمله. فالجيش فكر فعمل ما يسمى بالسكرتاريه العسكريه. بناتنا الحاصلات على الثانوية التجارية ودخلوا مدرسة السكرتارية العسكرية وتخرجوا منها ليسدوا الفجوة في هذا المكان. ويمكن دي كانت رسالة الماجستير بتاعتي، دور المرأة في العسكرية المصرية الحديثة. بس أنا يحضرني هنا ما قاله لي اللواء فؤاد نصار رئيس المخابرات العسكرية في حرب أكتوبر، ثم بعد ذلك رئيس المخابرات العامة، ثم محافظا لسيناء في أول ما استلمناها، كانتش لسه تقسمت سيناء شمالية وجنوبية، كانت كلها واحدة. هو ساعة ما كان في المخابرات العسكرية كان معاه عناصر من التمريض العسكري كانوا بيحملوا رسائل ومعلومات من التمريض العسكري النسائي، التمريض العسكري في فترة الحرب. النسائي فترة الحرب كانوا موجودين في سيناء وكانوا يعني قادرين على توصيل معلومات الى المخابرات العسكرية. موضوع طبعا يستحق ان هو يبقى رسالة الماجستير يعني بتاع حضرتك. دكتورة فاطمة حضرتك شرفتينا ونورتينا. الله يخليك. وكل سنة وحضرتك بألف خير، ونسعد دايما بلقاء حضرتك والحوار مع حضرتك. وانتوا طيبين، وانا طبعا بشكرك لانك يعني كتير ذكرت لنا التواريخ وخليتنا نبتدي نستعدلها في كل مرة بنتقابل، فبتقول لنا 50 سنة. لا يا سنة مميزة جدا. وعشر سنين على الثورة. 100 سنة. 100 سنة. على دستور 23 بالظبط. 50 سنة على حرب أكتوبر، 10 سنين على ثورة 30 يونيو. فدي سنة يعني سنة مميزة لمصر جدا، سنة جميلة جدا، ويا رب يجعلها سنة خير وسلام علينا إن شاء الله. شكرا شكرا لحضرتك، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. الأسبوع اللي جاي إن شاء الله حلقة جديدة من المانيفستو.